أخبار اليوم. استمرت عناصر إنفاذ القانون من القوات المسلحة مدعومة بعناصر من القوات الجوية والبحرية والشرطة المدنية في استكمال أعمال المرحلة الثالثة من العملية حق الشهيد. وقد أسفرت نتائج استهداف تلك العناصر خلال اليومين الماضيين عن مقتل 22 فردا تكفيريا وتدمير 28 عشة وتفجير 9 منازل خاصة بالعناصر الإرهابية وتفجير 4 أبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات على محاور التحرك. كما استمرت عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية من تكثيف إجراءات التمشيط والتفتيش والمداهمة لمناطق الشلاق وقبر عمير وخط الجورة وأبو زماط للتأكد من خلوها من العناصر الإرهابية. كما تم القبض على 5 أفراد تكفيريين وضبط مجموعة كتب تحمل الفكرة التكفيرية وضبط بندقيتين وكمية من الذخيرة مختلفة الأعيرة. كما قامت القوات بإنشاء العديد من الكمائن والارتكازات الأمنية لفرض السيطرة الكاملة بمناطق عملها.